والله انا عايز اطبخ معاك. يا قطعت بس انا اللي جبت كنت عايش فيك. بس تمام خوشي والله هاي الفكره تمام. يا انت حاجه بسالك بس خلاص صار. حتى في دروسي؟ لا رحم الله والديك اللي علمتني والله ذاك الله خير. الحين شلون؟ ها؟ نروح؟ شوف يبا نروح نروح. لكن على شرط ايه؟ تستحمل كل شيء. بس خلاص. يلا صار. صار. قوم. يما ديري بالك على البيت ولا يا ابوي يقول راحوا. وين؟ احنا بنروح عندنا شغل شوي شغل. ها؟ عندنا شوي شغل. ايه؟ يلا يلا امشي امشي. ايه لحرام. زين؟ اذا سال عنك راحوا. ان شاء الله. خلاص. بس طبعا ما قلت له ودح ما قلت له من الوداع. ايوه بس واعرف. العيال اطلعوا وقلتهم الله هذا شو اسمه يا بنات روحوا داخل روحوا داخل هناك خلوني ادخل والله. ناس السافر ايام العيد استانس انا قاعد هني طول عمري. سلام الله والله سلام الله. تفكر ما كم عندي قلت له ولا 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 فيكم ولا فيكم ولا 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 رمضان ماني وهاطل فطر الا اقدر اصايح وياك ما اقدر اصايح وياك ولك علمت في دروبك الحين ولم قصر وكيف الشعر عنا انت وريالك كلتوني لا خلصتوا عمري لا الله يخلص عمركم لا على عمرك اي بس ما فيك الا سالت من عمرك ومن اطلع لهم تتحفون فيني وتسبوني لا ان شاء الله ابو جسيم شنو شنو الحاله شنو العيشه الله يهداكم اروح عندي مكان اروح بيت ام ويتك منك الله اللي اروح حق ام ويتك منك الله يخليك الله يخليك الله يخليك ان شاء الله حقك الله يخليك كذا صيحه واحد نام ورجله وجات ولا لي شغل وجات انا ولا تحاكيني بعد اللي رايح وجهك شبين تعال ابي الله يسعدني تعال اللهم اني صايم ما اخرج تعال اكلمك الله هداك شوف حاكي زين يلا زين كلمي قولي تقول أبو جسوم هالسنة مسافر لأن العام ما سافرني وأول العام ما سافرني هالسنة مسافر أبو جسوم شلون 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 الله يسلمك شركة حياتي الله يسلمك اللهم اني صايم اللهم اني صايم اقول مسافر ابو جسر مسافرين وين بتروحين مسافر مسافرين من ايام العيد ها لا الله يسلمك